أما هلأ وصلنا لتاني محطاتنا لليوم سالي، ورح نحكي عن القوة البدنية اللي لها أسرار كتير. البعض بينسب أسرارها إلى نوعية الغذاء اللي بيتناوله الأشخاص، والبعض بينسب هي القوة أو الأسرار تبع إلى قوة التمرين نفسه والرياضة اللي بيمارسوها، والبعض أرجع إلى فنون قتالية. ولكن مين الجواب الأصح بين هي التساؤلات كلها رح يعرفنا عليها ضيفنا اليوم مصعب بكور، بطل الجمهورية وبطل عرب بالقوة البدنية وأيضا باللياقة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك كوتش. يعني اليوم يمكن صباحنا رياضي بامتياز، كيف بدنا نحكي على القوة البدنية. خلينا بداية هيك نحكي عن العلاقة بين قوة الفكر وقوة الجسد أو القوة البدنية. تمام. هلا اكيد الرياضه لها تاثير كثير كبير على قوه الفكر. هي الرياضه، وانا بخص بالرياضه لعبه بناء الاجسام، لانه هي بتبني عضل، فهذا الشيء بيعطي قوه شخصيه للشخص اكثر يعني. وبصير عنده فكر يعني افضل، او عنده تركيز اكثر، او يعني فكره اوسع شوي من الشخص الغير رياضي. نعم. نعم. يعني هي انا بدي احكي عن اختصاص لعبتنا اللي هي لعبه بناء الاجسام. يعني يعني خلينا نقول كوتش، اليوم بشكل عام كثير ناس مثل ما قلنا بالبدايه بتسال انه اللي بيعطي اكثر قوه للجسم، هل هو الغذاء ام هل هو التمارين الرياضيه؟ خلينا نتفصل بدايه. طبعاً. عن انواع الاغذيه اللي بياخذها الشخص اللي بده يعمل قوه بدنيه او كمال اجسام مثل ما بنقول. هلا هن بالنسبه للغذاء والتمرين هن مرتبطين ببعضهم، يعني لازم يكون التمرين يكون الغذاء موازي للتمرين تماما. يعني لاعب بناء الاجسام اذا ما في غذاء عالي جدا ومتوازن من البروتينات. نعم. والكربوهيدرات والدهون طبعا والفيتامينات المعادن، اكيد ما راح يقدر يعطي تمرين قوي، وما راح يكتسب قوه، ولا راح يقدر يكتسب بناء عضلي للعبه بناء الاجسام. فهن مرتبطين ببعضهم ارتباط تام. نظام لعب بناء الاجسام هو نظام حياه متكامل، يعني مو بس تمرين. لحتى ينجح اللاعب بالتمرين ولحتى يصير حتى يستفيد او يصير بطل او يصير شكل رياضي حلو، لازم يهتم بغذائه كثير. لازم يكون في غذاء متوازن يقدر يبني فيه عضل لحتى يقدر يحصل على هذا الشكل او يحصل على هي القوه. فهن كثير مرتبطين ببعضهم. والتغذيه انا بتوقع، يعني مو بتوقع، هي التغذيه هي اهم بكثير لبناء العضلات. نعم. واكتساب القوه ايضا. نعم. كثير بيجوا لعندك كوتش اكيد شباب انه بدهم يصيروا هيك، بدهم يعملوا عضلات دغري، يعني فاتوا اول يوم نادي ثاني يوم بدهم يفرقوا. فهون نحن امام انه نحط نحن برنامج نظام غذائي يعني بما يناسب كمان الشخص، لانه احيانا الاجسام بتفرق عن بعضها. يعني ممكن يجي شاب نحيف شوي، ممكن يكون لا بنيته او خامته مثل ما بيقولوا قابله لانه يستجيب اكثر. في عالم تفرق بشهر، وفي عالم بدها من 3 شهور ل6 شهور. يعني هون انت قديش هيك بتشرح لهم هذا الموضوع؟ تمام. هلا اول نقطه احيانا تمام. هلا اول نقطه بيجي لعنا اللاعب اذا كان صغير او كبير، انا اول سؤال بساله اياه، انت شو هدفك من اللعبه؟ انت هدفك انه انت تعمل رياضه، او هدفك تبني عضلات، او هدفك تعمل جسم كلاسيك نحيف مفصل يعني باللغه العاميه؟ تمام. فعلى هذا الاساس نحن بنشتغل مع اللاعب على التمرين والتغذيه. اللاعب اللي بده عضلات وضخامه، فطبعا بعد ما نهيئه بالفتره الاولى في شيء اسمه برنامج اول او تهيئ اللاعب، يعني فتره شهر او شهرين او 3 شهور ممكن نفوت بتمرين شوي صعب، قاسي شوي التمرين، بغذاء شوي عالي. اذا اللاعب جاي يعمل رياضه ما في داعي يعمل هذا الجهد العالي. تمام. وحتى غذائه بيختلف، ما في داعي ياخذ غذاء لاعب كمال الاجسام اللي عم يحضر او اللي عم يعمل بده يبني كتله عضليه. يا عالم دغري بتبلش اوزان بلا كارديو بلا شيء. هلا انا بحاول في كثير، طبعا انا بضل بالصاله انه انت خفف اوزانك ما شوي شوي، ما حتستفيد باول شهر، بخاف يصير عندك اصابه، الاربطه مانا مهيئه، المفاصل مانا مهيئه، عضلاتك لساتها بعد جديده على هذا الشيء، شيء جديد عليك، لازم اول شهر. يا ريت تسمعوا لعيبتي هذا الشيء وكثير يهتموا فيه، انا كثير بهتم بهالنقطه. اول شهر نحن بدنا نهيئ الجسم على شيء جديد، الجسم ما بيعرفه. شويه كارديو يعني
طبعا اكيد لازم يكون في كارديو، لاعب الحديد لازم يعمل كارديو طبعاً. بس في نقطه انه انا اول شهر لازم هيئ العضلات لشيء جديد الجسم ما بيعرفه. انه انا اجي دغري ابني عضل، الجسم ما ببني لك عضل، شو ما عملت وشو ما اخذت مواد وشو ما اكلت، لازم يكون في تهيئ تاسيس ارضيه يخلي الجسم المخ يتوازن مع هذا الموضوع، انه انا بدي ابني عضلات لحتى نقدر نحن نفوت بالمرحله الثانيه بانه نعمل تمرين مجهد اكثر، طبعا يتناسب مع اللاعب، نبلش نرفع له بغذائه شوي شوي. هذا الكوتش اللي بنسميه خلينا نقول بناء قدرة التحمل للعضلات، يعني قديش العضلة قادرة تتحمل مجهود معين، مجهود عضلي، مجهود من حمل الأوزان تمام. والأثقال تمام. هذا البناء هو نظام متكامل بيتم تمام. العمل عليه. خلينا نحكي قديش الفترة تقريبا اللي تبنى فيها العضلة أو الجسم بشكل كامل حتى نبلش نقول هذا اللاعب أو المتدرب بيقدر مثلا ينتقل الآن من هذا الوزن لهذا الوزن. خلينا تمام. نفصل شوي. هلا أول شغلة قدرة التحمل غير القوة البدنية. قدرة التحمل هو لاعب جاي يعمل شيء من الفتنس، بده يعمل قدرة التحمل، هذا بركز له على الكارديو أكثر نحن. ما بيهمه يعمل كتلة عضلية، بده قدرة التحمل على التمرين، التمرين لياقة. الطويل تمام. أما لاعب القوة البدنية موضوع مختلف تماما. أوزان ثقيلة لاعب القوة البدنية، غذاء يعني كثير كبير، سعرات حرارية كثير عالية تمام. بالنسبة للمدة اللي هي أهم نقطة، ما في شيء اسمه مدة، يعني هذا شيء قولا واحدا. المدة اللاعب هو بيحدد المدة، المدرب بده يكون عنده كثير خبرة وكثير، ويفضل المدرب يكون هو بطل لأنه عايش هاي المراحل من التعب، وهو أكيد خسران وأكيد مرق بمراحل فشل فيها، وأكيد فلازم يكون بالإضافة لهيك أنه هو عمل دورات تدريب واكتسب خبرة، فبكون أكثر قدرة على الأعطاء تماما. فأنه أنا إجي حدد مدة، أنا كتير بيقول لي مثلا قديش بدي، بقول له بدك سنة فورا، بقول لي سنة، بقول له سنة شو يعني، أنا إذا بدي أقول له بثلاث شهور أنا بكون عم بضحك عليه. أما مثلا يقول لي أنا بدي أعمل نوع معين من الرياضة، أنه أعمل مثلا شوي خفف وزني شوي، ممكن أقدر أحدد له مدة تقريبية. أما أنا ابني قوة عضلية بأنه بتخمين، هذا الشيء مستحيل. كل ما يتجاوب معي اللاعب بعطيه اكثر، كل ما احس انه في عنده تجاوب اكثر بعطيه اكثر، بزيد اكثر عليه، برفع له اكثر بالاوزان، بعطيه اكثر ومعنويات اكثر، بضل معه وحتى في تواصل، يعني مو بس تمرين. انا في عندي لاعبين يعني خلال اشهر جابت بطولات هي السنه، خلال اشهر. طبعا هو لاعب قديم باللعبه لكن بيلعب عشوائي كان تمام، فشفت في عنده شيء. وفي عندي لاعبين قدامى ابطال دوليين هلا، يعني انا خاصة بلعبة القوة البدنية لأني أحرزت فيها بطولة العرب، أنا بكمال الأجسام على مستوى جمهورية بس كنت. ففي عندي لاعبين لهلا بتواصل معي وبيجهزوا غذائهم ومكملاتهم الغذائية وتحضيرهم، وما شاء الله حولهم يعني ما شاء الله. خلينا أيضا نحكي عن المتممات والمكملات الغذائية. إذا أخذت كمان بيبلش اللاعب أول شهر بيش بياخذ بروتين، الكتلة لسه العضلية بتشحن بدل ما تعطي الكتلة الصحيحة، يعني دغري ببلش كورسات تمام. لا عمل نظام غذائي، لا دخل كارب لجسمه، لا أعمل ولا شيء. فهون شو نحكي تمام. هلا هي اسمها متممات، هي اسمها مكملات غذائية، بس بياخدها هو دغري بلا أكل. تمام. بس أكبر غلط إن أنا أعتمد عليها كوجبة غذائية تمام. الجسم وقت بياخد وجبة من المكملات الغذائية، نفترض مثلا أخذ سكوب بروتين تمام، الجسم لقى شيء سهل دغري أخذه. إذا أنت بتاكل مع جسمك يمتص الغذاء بشكل جيد تعود أنه ياخذ شيء جاهز، هي أول شغلة. ثاني شغلة بالنسبة للمكملات الغذائية، أنا ما بنصح لاعب ياخذها عمره أقل من 18 وما بنصح لاعب ياخذها بالفترات الأولى من التدريب لو كان فوق 18 صحيح. إذا ماشي على التغذية، أنا في عندي لاعبين مثلا كوتش ما لجيب بروتين، لا انه انت اول كوتش لا تجيب بروتين، جسمك ماشي تمام، في عندي انا شايف فائده كثير كبيره، له لاحق خلينا ماشيين، بقول له لاحق تماما. بنوصل نحن لمرحله كثير مهمه، يعني هي النقطه انه الجسم بيصير الاستجابه للغذاء والتمرين كثير بطيئه. اوكي بعطيك مكمل مشان ضلك مستمر، نضيف مكمل ثاني، في انواع كثير من المكملات تمام. بس بالبدايه انا ضد ان اللاعب ياخذ مكملات نعم. طيب بما انه نحن اليوم كوتش عم نحكي بشكل عام، في كثير ناس بتفكر انه العاب القوى البدنيه هي مثل كمال الاجسام، مع انه في اختلاف
في اختلاف كتير كبير طبعا. مو شرط الشخص اللي بيكون عنده كمال أجسام أو جسم فيه عضلات أو مثل ما بيقولوا جسمه حافر العضلات معناته هو قادر أنه يعمل ألعاب قوى بدنية. ألعاب القوى البدنية ولا القوة البدنية؟ لأنه لا ألعاب القوى البدنية القوى الركض وهدلون. تمام. خلينا نحكي عن الفرق بيناتهم وخصوصا أنه إلى تجهيز خاص ألعاب القوى البدنية. طبعا فرق كتير كبير. ألعاب بناء الأجسام هي بصراحة لعبة مختلفة تماما عن كل الرياضات. هي برنامج حياة يومي. يعني أنا تمريني مو بس وقت اللي بكون بالنادي عم بتمرن هاي الساعة وطلعت هاي الساعة أنا عملت فيها هدم للخلايا العضلية. الترميم ما بعد التمرين، الترميم بالمطبخ، التمرين بالغذاء بوجباتك الغذائية اللي بدها تكون مدروسة. أنا قديش احتياجي من البروتين كوزني كلاعب وزن 70 كيلو، كلاعب وزن 60 كيلو، كلاعب وزن 100 كيلو، بياكل اللاعب 60 كيلو دبل مرتين. تمام. لعبة ألعاب القوى هي لعبة ما بدها عضل، لأنه العضل بيعيقه بالركض، بيعيقه بممارسة هي اللعبة. حتى غذائه مختلف تماما، ما بحاجة لكمية عالية من البروتين، هو بيعتمد كتير على مصادر الطاقة من الكارب والدهون لأنه هو عنده حرق كتير كبير. نحن ما بيهمنا كتير مصادر كبيرة من الطاقة والدهون إلا في حال لاعب بده يبني كتير، بده يكتسب قوة كتير، عنده مسموح يزيد وزنه، معه لسه كيلوات يزيد، أوكي نعطيه كرب زيادة، نعطيه دهون زيادة، ما في مشكلة معه. أنا بيلعب وزن 80 أو مثلا نعم. بالقوة البدنية وزني 78 نعم. تمام، مو مشكلة لو أكلت زيادة، ما عندي مشكلة. لاعب الألعاب القوى بيعتمد بغذائه أكثر على مصادر الطاقة وليس على مصادر الغذاء البنائية اللي هي البروتين. ما عنده مشكلة لو ما أكل بروتين، لو أخذ كمية الإنسان الطبيعي من البروتين نعم. هو ماشي تمام وصح بيكون نعم. كوتش مصعب خلينا هلأ حكينا كتير تعليمات وقصص وشو بيصير، خلينا نحكي عنك هلأ عن بداياتك. شو حابب تحكي لنا؟ كيف بلشت؟ كيف وصلت لهالمرحلة؟ مين كان حدك؟ تفضل. أنا بلشت باللعبة، أنا أول شيء كنت لعب مصارعة وكنت بطل جمهورية باللعبة. تمام، ما استمريت فيها لظروف معينة ما بدي أحكي عنها. تماما. انتقلت للعبة القوة البدنية بالدرجة الأولى. بلشت باللعبة مع الكوتش أيمن الخطيب أبو حازم، الله يستر له، هو هلا مسافر. هو كان أب روحي، كثير بحبه، بحبه كثير كثير بحبه لأنه هو كان أب. تمام، مو بس كوتش، تحية وين ما كان، مو بس كوتش، هو كان أب، هو اللي حببني باللعبة. وجهه إنه نحن لازم، أنت بطل، أنت مشروع بطل، لازم تشتغل على حالك أكثر، لازم تهتم بهذا الموضوع أكثر. أكيد المدرب اللي خايض بطولات بتوقع بأغلب الأحيان بيكون أميز من المدرب اللي ما نخايد بطولات. بيقدر يعني بيقدر يكشف البطل فيها وبيقدر يساعد بهذا الموضوع. تمام؟ نعم. يعني كوتش أيضا عم نشوف نحن كتير من الأشخاص اللي بتفوت لتلعب رياضة لمجرد بس أنه بدها تصير بطل بشهرة، مو شيء تاني، مو هدف تاني، مو هدف انه هي تبني جسدها، تكون خلينا نقول قدوه للغير. يعني انت حضرتك هلا كوتش عم تقلي انه انا عندي مدربين انا بسالهم سؤال اللي هو انتوا ليش فايتين تلعبوا؟ هل انه بدكم تكبروا عضل او انتوا بدكم تحرزوا بس اللقب شلون من كان، بدون هدف، بدون رساله؟ لانه كمان البطل له رساله ساميه دائما بيحملها لينقلها لغيره. خلينا نقول هلا ما بيقدر اللاعب يصير بطل اذا ما اشتغل مشي على يعني بده يمشي على خطى الابطال. بده اذا بده يصير بطل كمال الاجسام بده يبني عضل، بده يتعب على حاله. يعني ما بيقدر يصير بطل شهره هيك. صحيح. انه هذا اللاعب بده يطلع على المسرح. لعبه بناء الاجسام بتختلف عن باقي الالعاب، هو حيطلع على المسرح فالناس حتشوف جسمه، فهو اذا ما كان اميز واحد بين الكل ما حيقدر يكون بطل ابدا. يعني ما حيقدر يكون بطل حتى وما حيرح يحقق الهدف والغايه. يعني بطل شهره حيكون بطل شهره لإله هو مثلا، انه بس ايه بينه وبين حاله يعني. اما بطل شهره هيو اعتبر انانيه انا. تمام. خلينا كمان هيك قبل، لسه معنا دقيقه تقريبا، هيك نصائح بتحب توجهها اليوم لكل اللي خليني اقول الشباب اللي داخلين على مجال القوى البدنيه او حتى كمال الاجسام بشكل عام، ان كان من التدريبات، الاغذيه، كل شيء. تمام. هلا انا بنصح الشباب كلها ولاعبيني خاصه اللي انا بحبهم كثير، انه ما يهتموا بالتمرين وبالتغذيه الصحيحه. يعني انا كثير بيجي اللاعب بقول له التغذيه
هاي الاكلات ما بدنا اياها، بيقول لي مكملات، بقول له بكير، يعني خليه يشتغل على حاله صح، يهتم بغذائه بشكل صحيح. انا كلهم عامل لهم انظمه غذائيه لكل لاعب، نظامه الغذائي الخاص فيه حسب جسمه. اي تماما، يعني لاعب مثلا يعني بشكل عام كل لاعب له برنامجه الخاص. انا بتمنى انه اللاعبين ما يلتفتوا لشيء ثاني، يعني احنا ما بدنا نحكي عنهم، بس في كثير موضوع بخص موضوع اللاعبين اللي بيدخلوا بقصص ثانيه بلعبه بناء الاجسام، هن بيشوهوا لعبه بناء الاجسام. تمام كوتش مصعب، يعني مع هالحديث يعني المفيد والشيق، يعني نتمنى هيك ان شاء الله كل ايامك صحه وخير، ونورت صباحنا لليوم. شكرا شكرا لكم. شكرا لك كوتش.